منزل بسيط بإطسا بالفيوم لسيدة كانت تنفق على عائلتها من خلال جمع المخلفات ثم تقوم ببيعها لأن زوجها قاعد وغير قادر على العمل. وسط هذه المخلفات التي جمعتها كانت عبوة ناسفة تركها أحد الإرهابيين لتحصد أرواح الأبرياء تنفجر في وجه السيدة داخل منزلها وتتوفى في الحال مع حراس تلفيات بالمنزل المكون من غرفتين. ينصر مصر على من يعدي يا ربنا، ينتقم من الجماعة اللي بيعملوا غنى اللي بينتقم من مخالي، ربنا ينتقم منهم زي ما بينتقم من الناس، بياخدوا قامل كده مش عارف، بيستفادوا قامل كده مش عارف، مين اللي بسلطهم على كده مش عارف. منهم لله اللي عملوا فيه هو كده، من أهل الله اللي عملوا فيه كده. وإيمانا بالدور الإنساني لوزارة الداخلية، توجه وفد من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة لمنزل السيدة المكلومة لتقديم المساعدة وترميم المنزل والتأكيد على دعم ومساندة الوزارة لهم مع استنكار العمل الإرهابي الذي تعرضوا له. عقب الانفجار طبعا وإصابتها ووفاتها في الحال، حصل تهدم بسيط في جدار حائط بيفصل بين الطرقة اللي هي قاعدة فيها وبين دورة المية. وطبعا السيد الوزير منذ حدوث الواقعة اهتم بالواقعة دي هو شخصيا، وكلفنا بان احنا نعيد بناء الجدار مرة اخرى وعودته لما كان عليه قبل كده ومراعاة اولادها. وده التغيير اللي بنشوفه فعلا في الداخلية، انها مش بس عشان مش شهيد شرطة الناس مهتمة، لا حتى علشان المدنيين مهتمين. فعلا احنا فخورين ان الداخلية بقت كده. يعني الشرطة بتعمل بهذا الدعم الشعبي والمجتمعي، عشان كده ما بتقدرش تنسى المجتمع، ما بتقدرش تنسى افراد المجتمع مهما كان حجمهم ومهما كان مكانهم. قوى البغي والظلام لا تفرق في اختيار ضحاياها، فحصلت روح انسانة بسيطة تعيل اسرة كاملة، لكن وزارة الداخلية أرادت أن تخفف على هؤلاء البسطاء، فكان توجيه السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بترميم المنزل ودعم الأسرة، وهو ما يؤكد على اتجاه وزارة الداخلية لدعم الثقة مع المواطنين وتفعيل دورها الإنساني.